كرة القدم عالم مثير بشكل لا يصدق، مليء بالمواقف المجنونة والذكية وكذلك المضحك. واليوم جمعنا لكم مجموعة من أطرف المواقف في عالم كرة القدم، أتمنى أن تنال إعجابكم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. لاعب توتنهام أراد أن يسدد الكرة في المرمى لتظهر في الأخير بهذا الشكل الغريب. ماديسون، المرمى ليس في السماء يا رجل، يبدو أن هناك برج حمام بالقرب من الملعب، ويريد هذا اللاعب زوجاً ليربيه على ما أعتقد. هذا اللاعب يستحق جائزة أطول دبل كيك في التاريخ. برأيك كم ثانية بقيت الكرة في الهواء؟ تسديدة قوية من مسافة بعيدة، ولكنها تبتعد عن المرمى بخمسة أمتار لتصطدم برأس حارس الأمن. ولكن يا رجل، هذا حارس أمن وليس حارس مرمى، لقد أخطأت العنوان. قد تبدو تلك لقطة مضحكة، لكن هذا الرجل كان من أفضل المسددين وكانت له مقصيات رائعة، ولكن إنها الحياة. هاي مرحبا، كيف حالك؟ آه يا رجل، لقد كسرت ظهري على رسلك قليلا. هذا اللاعب أسقط منافسيه وتحصل على خطأ، شاهد غضب المدرب مما حدث. لقد شد شعره بالفعل وصرخ في وجه الحكم، فأشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء. لقد أعدنا تلك اللقطة عدة مرات، ولكن لم نتمكن من معرفة المذنب هنا. هل هو اللاعب الذي تحصل على الطرد؟ أم المنافس؟ أم هو الحكم؟ حقا لا نعلم، أخبرنا أنت في التعليقات من فيهم المذنب؟ يبدو أن لديه ثأر مع هذا النوع من السيارات. هيا، لن يلعب أحد هنا. هذا اللاعب في المباراة لليوتيوبر أسقط المنافس، فأشهر له الحكم البطاقة الصفراء ليعيدها عليه ويشير له بطاقة من بنك الحظ. هذان اللاعبان أرادا أن يخدعا الحارس ويقيما لقطة لا تنسى، ومن الواضح أنها لن تنسى بالفعل، فقد أضاعوها بشكل غريب. يبدو أن هذا اللاعب متحمس بشدة، لدرجة أنه قبل أن يحرز الهدف احتفل وخلع القميص، فأخذ الكارت الأصفر على إثره، ولكنه لم يهتم. ما هذا؟ استر نفسك يا رجل، عيب عليك. هناك شجار كبير في الملعب، ولكن يبدو أن المدرب لا يكترث غير للفريق، حتى أنه لم يلتفت ليعرف ما يحدث. ولأنه مجتهد وكان مهتما بعمله فقط، كافأه الحكم بكارت أحمر. أجل، كما ترى لقد طرد، ولكن ما الذي فعله؟ لا أحد يدري، لعله سب الحكم في خياله. شاهد تلك اللقطة المضحكة لهاري كين في المنتخب عندما اصطدمت به الكرة في صدره، ومن شاهد ألمه لم يستطع أن يتحرك كما ترى، فبدأ يحبو في الملعب. يبدو أن هذا الحارس يحتاج لخريطة في الملعب حتى يعلم حدود المرمى جيداً. لقد صد الكرة وهو في منتصف الملعب، لذلك استحق الكارت الأحمر بكل جدارة. تياغو ابن ميسي يداعب ويلعب من يا ترى؟ أوه، إنه سواريز صديق أبيه والذي بادله المداعبة، ولكن انتبه منه يا تياغو حتى لا يعضك. أين الماء؟ لماذا لا ينزل؟ أوبس، إنه الاتجاه الخاطئ. الحكم، هيا يا أرتيتا، بدل اللاعب بسرعة. وهكذا رد عليه أرتيتا ساخرا، إنها لقطة نادرة لأرتيتا. شاهد كيف ينظر هذا الحكم لذلك اللاعب. على رسلك يا حكم، لقد أخفتنا. إنه سعيد به جدا، ولكن بدون قصد كاد يتسبب له بقطع في الرباط الصليبي.
يبدو أن هذا اللاعب لم يستيقظ بعد ولا يدري ما يحدث في الملعب. يا أرنولد، هناك هجمة ضدنا، ألن تدافع معنا؟ يبدو أن الطبيعة غاضبة على هذه المباراة، لدرجة أن الملعب تحول إلى بركة سباحة، والكرة لا تريد أن تتحرك على الأرضية، وكأنها مباراة للكرة المائية وليست لكرة القدم. شاهد ما يحدث. يا لحظي بخي السيء، ويا لحظ اللاعب الرائع. مصائب القوم عند قوم فوائد. توقف، ماذا تفعل؟ شاهد ماذا يفعل روديغير وهو يبرر الكرة. أحسنت يا روديغير. شاهد هذه المراوغة الساحرة من ساكا، مبدع حقا. عاود الكرة مرة أخرى. حسنا، يبدو أنه ليس يوم حظك بالفعل، حاول المباراة القادمة. قف يا داروين، لقد أضحكت علينا الجماهير. يبدو أن برناردو سيلفا كان متحمسا بعض الشيء، ولكن حماسته ظهرت على كتف المسكين كاسيميرو. ما هذا يا غريليتش؟ أنزل اللاعب على الأرض من فضلك، فهناك مباراة نريد أن نكملها. شكرا لاستماعك. اليوتيوبر سبيد في مباراة لليوتيوبرز أحرز هدفا، ولكن حكم الراية رفع راية التسلل، ولكن سبيد لم ينتبه وأكمل احتفاله، احتفال سي شهير، ليتفاجأ أن الحكم المساعد قد رفع الراية ليخلع سبيد قميصه احتجاجا على ما يحدث، ثم ركض ليضرب الحكم. لقد كانت مباراة رائعة. هذا الكلب أراد أن يقضي حاجته ولم يجد مكاناً أفضل من خط المرمى ليأخذ راحته فيه. مسكين هذا الحارس الذي سيمسح هذا الروث. لقد لاذ الكلب بالفرار وهرب بفعلته دون أي عقاب. هذا القط اقتحم أرضية الملعب ليخطف الأضواء من اللاعبين ويسرق الكاميرات منهم. القط لا يريد أن يرحل. هيا ارحل، نريد أن نكمل المباراة. وأخيرا رحل. بوغبا لا يعرف كيف يلبس القميص الاحتياطي، وخلعها ولبس مرة أخرى، ولكن بدون فائدة، حتى تدخل هذا الرجل ليساعده، وأخيرا تمكن من فعلها. لقد خلعها مرة أخرى. يا بوغبا، لقد أتعبتنا معك. هناك معركة في الملعب بين اللاعبين. كيف أخبارك يا رجل؟ لقد اشتقت إليك. كيف حالك وحال أطفالك؟ هل هم بخير؟ هذا اللاعب يرتدي قميصاً باللون الأصفر، ووجد أحداً يسير بجواره يرتدي زياً أصفر ليمرر له الكرة، ولكن تبين أنه أحد الفريق الفني للفريق. لا تقلق يا حكم، لم يراك أحد أبداً، أنت في أمان. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.